Je suis Alessandro Prunas, ambassadeur d'Italie à Tunis. Et aujourd'hui, on est à la quatrième étape de cinq dans le cadre d'un projet pour la constitution de bioterritoires financé par la coopération italienne. C'est un projet qui est conduit avec le SIAM de Bari comme organisme exécuteur, en collaboration bien entendu avec la Direction générale pour l'agriculture biologique du ministère de l'Agriculture. C'est un projet qui vise à donner les moyens aux agriculteurs de produire de l'agriculture biologique tout en permettant de sauvegarder le territoire, notre environnement de manière soutenable et de manière rentable. Donc pour ça, on est très heureux et j'espère vraiment que ce projet puisse favoriser un nombre très grand de familles. Je vois beaucoup de sourires, beaucoup de gens qui participent avec enthousiasme et rien que pour ça, je suis très heureux d'avoir que nous ayons fait notre partie dans la réalisation de ce projet. خالد سيسي مكلف بتسيير إدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. إذا اليوم نشاركوا في اليوم الترويجي للمنطقة النموذجية البيولوجية مجب العباس اللي هي معناتها جات في نطاق ولا في إطار بلوتو مشروع إنشاء ودعم المناطق البيولوجية النموذجية في تونس الكل. نحب نذكر اللي الدولة التونسية مولت معناتها دراسة أولية شملت أكثر من 256 معتمدية واعتمادا على مؤشرات علمية بيئية اقتصادية اجتماعية معناها قلنا فيكسي حددنا خمسة مناطق بيولوجية نموذجية منها منطقة مجرب العباس. مجرب العباس هي عندها قدرات كبيرة عالية دونك يلزم نزيدوا نثمنوها باش نعاونوا الفئات الهشة الفلاحة الصغار الحرفيين الصغار الفلاحة الإيكولوجية زادة ناخذوها بعين الاعتبار فيما يخص المشروع هذايا مشروع إنشاء ودعم المناطق البيولوجية اللي هو كما قلت بكري مشروع ممول من طرف الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية اللي نحب نشكرهم بهذه المناسبة. شكرا. وشوف يعني هو يعني المشروع معناها الى ايدونتيفي 5 زون بيلوت خمسة مناطق نموذجيه وبيولوجيه لكن هو الهدف الاصلي هو التوسع كما قلت انت في هذه المناطق البيولوجيه النموذجيه ماذا بينا المناطق المجاوره يعني سانسبير من المناطق هذه اللي حددها المشروع شخلق ديناميكيه المشروع هذا المناطق البيولوجيه النموذجيه شتخلق ديناميكيه اجتماعية اقتصادية سياحية فلاحية بطبيعة الحال في كل المناطق هذه واشتاق على التنمية محليا وجهويا وكذلك وطنيا بطبيعة الحال. التكلفة هي في مرحلة الأولى اللي تنتهي في آخر شهر نوفمبر 1.1 مليون يورو وبعد ننطلق في المرحلة الثانية اللي بقيمة 3.5 مليون يورو. يوسف منصور رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمجب عباس. نحن اليوم في إطار اليوم الترويجي للمنطقة الفلاحية البيولوجية الممول من طرف الوكالة الإيطالية للتعاون البيولوجي وبالتالي هذه الحقيقة كلها تندرج في إطار الخمسة مناطق البيولوجية اللي فيهم سجنان والهورية وكسرة وحزوة ومجب عباس بطبيعتها هي من قبل معروفة بالفلاحة البيولوجية وإن شاء الله هذه بداية أولا للهيكلة متاع الفلاحين يعني الفلاحة هو المشروع هذا يساهم في هيكلة الفلاحة وبالتالي الانخراط أكثر في الإنتاج البيولوجي اللي هو نعرفه بالأسواق العالمية الأكثر طلب ونحن بطبيعتنا عندنا شركة متاع تعاونية متاع توريد وتصدير للمنتوج البيولوجي وبالتالي إن شاء الله في المستقبل باش نشوفوا أكثر من 50% إلى 80% من المناطق الأراضي الزراعية في مجب عباس إن شاء الله تكون كلها مناطق بيولوجية وبالتالي هذا يعود بالنفع للفلاح لأنه السعر يختلف وبالتالي المردودية تتحسن ويشجع الفلاح للانخراط
في السيرتيفيكاسيون، يعني انه باش تحصل سيرتيفيكا بيولوجيك ساكوت غالية شوية، لكن احنا تو ان شاء الله باش تهيكل الفلاحة مع بعضها في اطار البرنامج هذا، ويكون عندنا ان شاء الله نرنو ان نوصلوا الى 80% من الاراضي الزراعية في مجبع عباس بيولوجية. عندنا اكثر من 30% ريال المو، عندنا اكثر من 30% اليوم السنة، اليوم الترويجي هذا تزامن مع الدورة الثامنة للمهرجان الوطني للفستق، كل المنتوجات الموجودة في المعرض الاقتصادي الترويجي كلها بيولوجية، كلها من معتمدية مجبع عباس، متنوعة وثرية، وهذه أرضية إن شاء الله للرقي والنهوض بالمجال الفلاحي في مجبع عباس وفي ولاية القصرين. وتعرفوا أنه الفلاحة بطبيعتها نحن في الناتج القومي الخام، الفلاحة أكثر قطاع يدخل في الناتج القومي، يساهم في الناتج القومي الخام للجمهورية التونسية.